اللايف ستايل توتالي بيتغير، الجسم بيجيله شوك، ناس بيبقى ليها تأثير بتخس جدا وناس بالعكس بتزيد، ناس صحتها بتبقى عادية وناس صحتها بتتأثر بشكل كبير جدا وبيجي لهم هبوط، بيجي لهم مشاكل أخرى. إزاي أقدر أعمل البالانس ده عشان أدخل رمضان وما يحصليش الأزمات دي؟ طبعا بقول لكل الناس كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وانت طيبة يا نهاوند، طيبة يا وأهلي دكتور. كلهم طيبين. مهم قوي ان احنا نعرف نعمل البالانس. طبعا في شهر رمضان مهم ان انا اشرب ميه بالقدر الكافي بين الفطار والسحور، كل شويه اشرب ميه اشرب ميه عشان ما اعرضش جسمي لجفاف، ده مهم قوي. ميه مش عصاير بقى ومياه غازيه، عشان في ناس بتفتكر اي سائل ده يبقى بيعوض الميه. لا، مفيش حاجه في العالم بتعوض الميه. كويس. والعصاير اللي بنحبها الكركديه والقمرالدين والحاجات دي فيها سكريات كتير، نشربها بس مش طول اليوم، يعني كفايه كوبايه واحده في اليوم. تمام. كفايه. الاكل نحاول ان احنا نبدا يا اما في ناس طبعا كتير بتبدا بتمرايه وبعدين بتصلي المغرب وتكمل. صحيح. في ناس ما بتقدرش. انا من الناس اللي ما بقدرش. ما بتقدرش. هات المكرونه. ايوه، يعني حتى ما بيقدروش يبداوا بالسلطه. فانا بقول لك بتبقى قدرات. طبعا بتبقى قدرات. فمهم ان انا ما تبقاش البورشن بتاعي، لان انا صايمه والمعده بقى لها فتره ما اشتغلتش بالظبط، فبلاش المسبك قوي بكميات كبيره، يعني ناكل كل حاجه في الترابيزه موجوده بس يعني معلقتين معلقتين معلقتين. انا عايز اسالك على حاجه بقى، هل لا معلقتين دي ما نوعتش يعني بس نحاول. يعني ماشي، هل فعلا الشوربه لازم تبقى في البدايه طبعًا. والسلطه بعدها وبعدين نبدا في الاكل، ولا الموضوع لا دي حاجه ايدل ان انا ابدا بالشوربه والسلطه وهيئ معدتي للاكل، ده ذس از ذا ايدل. مش انزل البطايه او 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 فته بقى بالضاني ضاني ضاني طول الوقت. ايوه. فده مهم. طيب ايه الفيتامينات المهمه او ايه المكملات الغذائيه المهمه اللي هتبقى معانا في شهر رمضان وحتى بعد شهر رمضان؟ هو الفا مالتي فيت، اكيد برشحه لكل الناس اللي بتتفرج بكل بقى عليه. المكونات الخاصه بيه اللي هي بتعوض اي حاجه ممكن نفقدها خلال طبعًا. فتره الصيام. طبعا الفا مالتي فيت رائع لانه بيحتوي على فيتامينات ومعادن مهمه جدا، زي فيتامين سي المهم زي ما احنا عارفين للمناعه، ومهم للبشره، مهم للشعر. فيتامين سي مهم لامتصاص الحديد عشان نحمي نفسنا بقدر الامكان من الانيميا. عندي فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته. فيتامين بي مهم جدا للتمثيل الغذائي وعمليه النشاط. ليه بقول عمليه النشاط؟ لان احنا كل يعني كل الناس اللي صايمه بتصحى من النوم لا في النسكافيه بتاعنا ولا في الفطار، على طول بقول الفطار مهم الصبح ده بعد رمضان، يا جماعه نفطر فطار صحي لان هو اللي بيديني النشاط بتاع اليوم كله. ده مش هيبقى موجود في رمضان، لكن عندي الف مالتي فيت اللي هاخده بعد السحور، اجي اصحى من النوم الاقي اعرف ادير نشاطي. عندي شغل وانا صايمه، عندي مسؤوليات وانا صايمه عايزه اخلصها. عندي نشاط مش عايزه انام لحد المغرب. انت بتشوفي ناس كتير من الصايمين بيوقفوا شغل ويفضلوا نايمين، واول ما ما, ما, ما المؤذن يقول الله اكبر نبتدي نصحى. هي بتبقى حلوه ووحشه يعني. تبقى فاهمه يعني مش بنزعل قوي لو حصلت برضه. قوموا اصحوا، الاذان اذن. طب ما بيقدروش يفتحوا عينيهم خالص غير مع الاكل والنسكافيه، لكن مع الف مالتي فيت هلاقي نشاط اعرف اديره. طيب عندي ايه كمان داخل الف مالتي فيت؟ عندي الكالسيوم الداعم لصحه العظم وداعم لصحه السنان وداعم لصحه الضوافر وانقباض عضله القلب. عندي فيتامين اي وده مهم جدا، بيشتغل كمضاد اكسده عشان احنا اكيد ممكن ناكل محمرات كتير قوي قوي قوي. ده فعلا ده جزء من الروتين بتاع رمضان بقى. ايوه طبعا. وفي اكلات بتطلع في رمضان بس. ايوه يعني بتبقى بنسال عنها طول السنه، والله راحت فين يعني فعلا السمبوسك والقطايف. طب هو ليه كده؟ ليه؟ ستايلنا ده الستايل بتاعنا يعني. هو بس هي موجودة برمضان. هي موجودة بقية السنة صح؟ أنا ما شفتش قطايف بقية السنة بس بشوف السمبوسك. هي موسم ولا ما يعني؟ أو إحنا عندنا من زمان من ماما وكده بنلاقي القطايف ده، يبقى إحنا عرفنا إن إحنا دخلنا شهر رمضان بالقطايف. فطبعا برشح جدا الف مالتي فيت المرخص. طبعا كل مره بقول لا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء عشان دي حاجه بناخدها اورالي فلازم عارفين مصدرها. وطبعا السعر رائع، السعر مش غالي خالص. انا عرفت السعر على فكره من دكتور دينا. بس هو بجد سعر في متناول الجميع حقيقي. صح. يعني سعر في متناول الجميع فعلا. صح. يعني كمان على اللي هو بيقدمه اعتقد ان هو رخيص جدا. صح. على صح. الفوائد اللي هو بيقدمها ودي حاجة ده لو احنا اشترينا
علينا، يعني هو في فيتامينز كتيرة، لو جبنا من كل فيتامين دواء احنا هنصرف اضعاف اضعاف السعر بتاعه. دي صح. دي حقيقة تقال يعني. لا لا رائع، سعره رائع، وده هدف بايو ناتشرال او شركة بايو ناتشرال ان احنا نحاول نبقى متواجدين فعلا في كل عائلة مصرية وفي كل بيت مصري. طبعا هو مناسب للستات ومناسب للرجالة، جميع الاعمار، ستات رجاله، لو مثلا سنهم كبير ماشيين على ادويه كوليسترول او ضغط او سكر يقدروا، ملوش علاقه خالص الب مالتي فيت، لا يتعارض مع اي دواء. كويس قوي. الشباب يقدروا ياخدوه من سن 14 سنه. بنات واولاد، فهو امن جدا جدا، متوفر في الصيدليات. طبعا لو بستاذن الساده العملاء اللي راحوا مثلا الصيدليه اللي جنب بيتهم قال لك ده لسه خلصان او مش موجود، كلمونا عن طريق الرقم، احنا حاطين ارقام الشركه عشان الكول سنتر يقدر يوجه العميل للصيدليه القريبه جنب بيته. حلو جدا. طيب لو انا دلوقتي هتكلم رمضان، انا اخده بعد ما اتسحر قبل ما انام الافضل، ولا بعد الفطار، ولا مش فارقه؟ بعد الفطار اوكي، وبعد السحور اوكي. يمكن انا بفضل بعد السحور عشان لما اجي اصحى لو اللي عايز ينزل ويدير نشاط التاثير بقى بتاعه بيكون بيدوم فترات، فبعد السحور هيبقى لطيف جدا جدا. طبعا الشاشه بتبين لنا ده كبسوله الب مالتي فيت، هتطلع في المعده كل الفيتامينات دي، الفيتامينات الداعمه جدا حتى للصحه النفسيه، الدعم للأوعية الدموية، الدعم لنسبة الكوليسترول، ودعم لنسبة السكر في الدم، لكن ليس علاج أكيد لأي مرض زي ما أنا كل مرة بقول. طبعا ألب مالتي فيت هيتاخد أوكي بعد السحور، هلاقي تاني يوم النشاط بتاعي كويس. حلو جدا. طب أنا عندي سؤال، هي كبسولة صح مش تابلت؟ كبسولة. طيب الكبسولة ممكن لصغار السن أو لبعض الأشخاص، أنا منهم ما بعرفش أبلع يعني، فهل في منها بديل او للاطفال في منها بديل ولا لا؟ الاطفال لا، انا هو الب مالتي فيت مش للاطفال، اللي هو يعني 16 بس 16 مراهقين. هو كمان جيلاتينس يعني بتبلع بسرعه. أوكي. جدا مش هحس، مش كبسوله صلبه. لا يعني لا لا لان لا بيبقى لا فيه كبسوله صلبه. لا الب مالتي فيت سهل البلع جدا. أوكي. ويمكن حتى على الشاشه حاطين ميزه الب مالتي فيت عن المكملات الغذائيه الاخرى، انه داعم للاكسده، داعم للمناعه، داعم للطاقه، داعم للتمثيل الغذائي، وداعم لصحه الشعر. وما ينفعش ندوبها لو ما عرفناش؟ لا ممكن تبقى مره شويه، مش نحطها جوه حاجه وناكلها. بحاول اي حل. طب هي مش كبيره قوي؟ لا صح، لا مش كبيره. لا 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 خالص، بس انا فعلا عندي مشكله في كده، وفي ناس كتير زيي عندي يعني نفس المشكله، بس الب مالتي فيت ببلعه سريع. طيب جدا. كويس. ما بيلزقش، ما بيعملش، لان ساعات في تابلتس الاقي نفسي صح بعمل كده على طول، لكن الب مالتي فيت لا.